قلبي إذا بالهم يوما يمتلي بالآه ما نادى ينادي يا علي بك يا علي ندعو الإله بأن يفرج كل هم في القلوب فينجلي بك يا بك يا علي ندعو الإله بأن يفرج كل هم في القلوب فينجلي بك يا ندعو الإله بأن يشافي كل مرضانا فيشفى كل داء معضلي بك يا ندعو الإله بأن يفك قيود أسرانا فيكسر كل قيد مقفلي بك يا لأحبتنا الأسرى علينا حق في هذه الليالي المباركة إذا تنظر لهاليهم ولمهم يحس بوجاعهم قلبك ولمهم ويدعي ردهم الباري ولمهم ويفك قيادهم كلهم سوية تحن ليهم حبايبهم وسرهم منو الغيرك يفرجها وسرهم تفك قيادهم عنهم وسرهم يا هادي نظرة منك هالمسية ندعو الإله بأن يرد غريبنا فيعود كل مرحلي بك يا يضج بخافقي وجع الغياب فأطوي الدرب من باب لبابي يا مهدي يا وطن اغترابي نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد مهما نعيش الكرب والمآسي مهما يكون الوضع وضعا قاسيا يهون المصاب أن قلبكم لذكرنا ما كان يوما ناسيا يا مهدي والله حنينا ولهنا ودونك لا فرح عشنا ولهنا وبغيابك تمرمرنا ولهنا متى تهدينا بالطلعة البهية يا من رحمة وجوده ومن علينا ومن الصوت يسمع من علينا حيا رب نظرة منك من علينا يا مهدي يا سنة الزهرة الزكية يا منقذ هذه الأمة وملها ندبتك ما أفارقها وملها يا مهدي حنة الشيعة وملها سواك تجي وتفرج كل بلية يا مهدي خذ عهد مني ووعد لك لجهز نفسي ليومك وعد لك ويوم تنشر صلاحك وعد لك نثور وياك يا خير البرية أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد.